سيطرت النزعة الواقعية على الأعمال الفنية المشاركة في المعرض الفني الذي أقامته جمعية صفصاف الخابور الثقافية وجمعية المودة الخيرية مشروع سوا شباب بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين. في هذا الملتقى نحن أمام أعمال رائعة تجسدت فيها كل المفاهيم الجمالية والقيم الفنية، وعكست ما تتميز به هذه المحافظة من غنى فني وثقافي نعتز به ويشكل إرثا ورافدا للثقافة السورية. الهدف من هذا المعرض هو بالأساس يصب بأهداف المشروع اللي هي تطوير وتنمية شباب المهارات الشباب واليافعين. طبعا الغرض من هاي المعرض هو تشجيع الشباب على مواصلة الفن والرسم في هاي الظروف طبعا الصعبة اللي هم يكون فيها بأمس الحاجة للمواد الداعمة لهم ليضلوا بمهاراتهم بموهبتهم اللي هي الرسم. أنا شاركت ثلاث أعمال، اثنين رصاص واحد زيتي. أغلب أنواع اللي أرسمها أنا تكون واقعية أكثر شيء، حاول أركز على الواقعية أكثر شيء. اليوم هو معرض مشترك لخمس ست فنانين، من ضمنهم أعمالي اللي أنا قدمتها. أعمالي تقريبا تتحدث عن التراث، عن الأشياء الأصيلة اللي تتمحور بمنطقتنا. أي مشاركة بأي معرض بأي فعالية هي تضيف لي كخبرة، تضيف لي كمعرفة، وتضيف لي كمان كتطور برسمي واستمرارية. 30 لوحة فنية تشكيلية منوعة ضمتها صالة المعرض في مشروع سوا شباب، شارك فيها ست فنانين شباب عبرت عن مواضيع مختلفة تنوعت ما بين البورتريه والطبيعة وتشكيل الحرف والجمالات وغيرها من المواضيع. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.